مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير المعكرونة بالمايونيز. هيدي بتنعد من المقبلات. عنا 200 جرام معكرونة سلقتن، مايونيز، جزر مسلوق مقطع بهيدا الشكل، بازيلا كمان سلقتها، وذرة مسلوقة، وملعتين طعام عصير حامض، ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود خشن بهيدا الشكل، ونص ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. تتحضر ب5 دقايق، كتير سهلة وسريعة. بحط الخضرة، البهار والملح الحامض، فينا نزيد حامض إذا حبينا. بحط مايونيز، وبخلطهم مع بعض. صارت جاهزة للتقديم. بنحطها بالصحن أكيد. بسم الله. هذه سلطة المعكرونة بالمايونيز اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.